يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من الشباب، يقوم كل واحد منا بدفع مبلغ معين بالتساوي لنشتري به كتابا يكون جائزة لأحدنا إذا فاز في مسابقة علمية لحفظ المتون، هل هذا جائز؟ الصحيح أن هذا جائز إن شاء الله، والمسابقة العلمية لنشر العلم وتعليم العلم هذا من يدخل في الجهاد في سبيل الله، في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لأن هذه من أدوات الجهاد في سبيل الله، وتعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، يجوز هذا إن شاء الله، التشجيع. نعم.